كل التحيات لكل الأصدقاء متابعين حلقة جديدة من مشاكل وحلول عبر تلفزيون لبنان. منحيي الأصدقاء اللي عم بيتابعونا بالوطن بلبنان بكل العالم، وأهلا وسهلا فيكم بموضوع يمكن منقول من سنتين لليوم ونحن معنيين بمواكبته بمتابعته، والمقصود قضية النفايات. طبعا وقت اللي بنحكي نحن عن النفايات في لبنان بنقول أنه مفترض أن تكون هذه القضية قضية محلولة من وقت طويل، لأنه مفترض عند وقوعها أن نكون واعيين ومنطقيين بإدارة شيء من هذا الموضوع، ولكن يبدو أنه الأزمة متفاقمة. ومن شوي ممكن الأصدقاء يلي عم بيتابعونا وبيعرفوا أنه صار في حركة احتجاجية بمنطقة برج حمود بموقع يلي عم بتصير فيه الأشغال لمطمر أو مكب النفايات أو الموقع، لحتى نتفق على الكلمة، الموقع يلي عم بتصير فيه آلية أشغال هذه الورشة. مع ضيوفنا لليوم رح نحاول أنه نستعرض الموضوع من كل جوانبه. بداية اسمحوا لي رحب برئيس بلدية بيتمر السابق المحامي أنطوان مارون، هو ضيفنا اليوم لأنه كان من السباقين وقت يلي فكر وقال مفترض أنه كل بلدية تشارك بهذه القضية ويكون في عندها معمل، وهذا يلي تم ورح نحكي عن هذا الموضوع. رئيس أهلا وسهلا فيك. كمان ضيفنا اليوم دكتور فادي الشاعر، عضو المكتب السياسي بحزب الخضر اللبناني. دكتور بدي لك أهلا وسهلا فيك. اليوم طبعا نحن رح نحكي بيها ما رح تحكي سياسي، ولكن اللافت جدا تأييدكم كحزب لموقف حزب الكتائب ولكل البيئيين والحركة البيئية يلي من أجله بتقولوا مفترض أنه ما نعيد تجارب الماضي ونرجع نكرر تجارب طمر النفايات على الشاطئ اللبناني. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك لك، مرسي لكم. وأيضا بسياق برنامج رح يكون لنا في بعض المداخلات الهاتفية يلي من خلالها بنسعى لحتى نحيط موضوعنا من كل الجوانب. رئيس، بداية وقت اللي نحن بدنا نقول نفايات ونقول بلدية ونقول مركزية ولا مركزية وإلى ما هنالك من ترجمات، شو كانت الإمكانيات اللي عند رئيس البلدية لحتى يقول سأكون شريك بالحل، سأكون أنا سيد قراري بهذا الموضوع ولو اللامركزية الإدارية بعيدة عني؟ هو بالأساس من صلب صلاحيات رئيس البلدية المحافظة على النظافة والصحة العامة ضمن نطاق بلديته، وانطلاقا من هذا المبدأ يفترض بأنك تستنبط بالوضع الراهن النتيجة الناجعة لكي تقوم بحل مشكلة أو معضلة أساسية بالبلد. نعم. الحكومة عم بتقصر تأنى تحلها أو منا راغبة بأنى تحلها. في فرق رئيس؟ نعم، نحن عم نقول في احتمالين. نعم. لأن عندما يكون هنالك قرار سياسي للسلطة، قرار حاسم يقتضي أن ينفذ. لحد هلا السلطة هذه الراهنة ما عم تنفذ قراراتها. دكتور، بتوافق الرئيس اللي عم بيقوله؟ يعني للأسف نعم. للأسف؟ نعم. ولكن اللافت اليوم أنتم كان موقفكم كحزب علني وصريح جداً، أنه أنتم أيدتوا موقف حزب الكتائب وكل البيئيين يلي بيقولوا نحن ضد هذه الخطوات يلي عم تتخذ بهذه المرحلة، ولكن شو السبيل للحل إذا هذه المعارضة قد لا تؤدي إلى نتيجة والأشغال رح تستمر بالرغم من الاحتجاجات بالشارع؟ بكتير إشي أستاذ نولا، شفنا أنه في مثل كأنه كليك كتير مسكر. نعم. ودايما نقول نحن ثابتين بمركزهم هالسياسيين الكبار وهالفعاليات. نعم. الكبيرة أكتر من هيك ثابتين. شفنا أنه عن جد يعني عم تمروا الأمور بطريقة أنه شو ما عمل الشارع، شو ما عملوا الجمعيات، شو ما عملت الأحزاب، عم ضلوا ماشيين بالخطة تبعهم. شيء مؤسف جدا، يعني ما بعرف كيف نكفي بهيك بلد. كيف بنحكي عنه ما تبقى من بيئة، يعني هذا بلد صار أكتر بلد في كثافة سكانية بالعالم، تخطى كثافة السكانية الموجودة بغزة، خاصة باللجوء الأخير. نعم. للإخوين السوريين اللي اجوا على لبنان وغيره وغيره. يعني هذا بلد صغير ما قادر يتحمل بقى. نعم. نكبات بيئية وغيرها. بقى هلا عم نرضم البحر، في اتفاقية برشلونة الواضحة مضيها لبنان، ما بعرف إذا. نعم. لازم نلتزم بالإمضاويات طبعاً سنة 1976. نعم. اللي فيها ست بروتوكولات هي ومضيها لبنان هي الاتفاقية تاع برشلونة، واللي بتقول إنه بندام البروتوكولين الموجودين بهالاتفاقية هن من المحافظة عن التلوث على المتوسط الناتجة. نعم. من البر. نعم. يعني هذا اللي عم بيصير. يعني هلا نحن عم نردم البحر، يعني أوساخ البر عم نكبهم بالبحر. يعني عم نتخطى كل الاتفاقيات الماضية.
طب البعض ببرر وبيقول لا مش صحيح انه نحن عم نردم البحر، نحن عم نشتغل على الشاطئ. وضح يا لي يا استاذ نقول احنا هلا بس نكب هالنفايات. شو رايك؟ اول شيء هلا عجبتك؟ امبارح بالصدفه الحكومه عندها مقوله نعم بتقول فليقل المواطن ما يريد وسنفعل ما نحن نريد. هيك ماشي الدوله. عم بصير في صفقات من الخارج عم تنلعب بطريقة مشبوهة من نظيفة. بصراحة لنكون واقعيين اليوم إذا الحكومة قررت بأن تحل مشكلة النفايات وتقدر بساعة واحدة بقرار واحد إن تولي اهتمام هالموضوع هذا للبلديات من الألاف للياء، مش بطريقة حرة مطلقة، بطريقة مقيدة ضمن رزنامة عمل معينة، ضمن معايير موحدة، ضمن ترتيبات بتوافق عليها الجميع، والبلديات كفيلة بأن تحل هالمشاكل من الألف إلى الياء. تسمح لي أكون صريح معك اليوم، أنت كنت رئيس بلدية وكنت شريك بالسلطة وشريك بالقرار وأخذت أنت مسؤولياتك. يعني هلأ وقت اللي بتقول صفقات وبتقول سمسرات وبتحكي عن كتير أمور، وين الدليل؟ ليش دايما أنت محامي ورجل قانون بتعرف كتير نيش عم سمسرات؟ يعني إحنا عم نقول أنه صفقات في صفقات لا صفقات مشبوهة أو غير مشبوهة هي عليها علامة استفهام. إنما النتائج التي عم تتوصل لإلها الحكومة تبين إما في فشل ذريع أو في صفقات مشبوهة، لأنه النتائج اللي عم توصل لها هي نتائج غير مفيدة، نتائج مضرة بالمجتمع اللبناني ككل. واضح. اليوم بأي منطق نحن بنروح بنكب على شاطئ البحر زبالتنا؟ بأي منطق؟ يعني اليوم الولد الصغير بيعرف انه هالشاطئ بده يتأثر. طيب اليوم ليه ما بنمشي نحن بموضوع الفرز؟ ليه ما بتقول البلديات تفضل فرزي يا بلديات؟ يعني لما عم بتجي حضرة الحكومة تعطيك مشاريع منا مضبوطة، شو بيصير؟ بدك تقول أو في عندهم ضعف بإدارة هالملف أو في عندهم سوء نية ما بتحلها بشكل تاني. رئيس أنت وكأنك عم بتأيد موقف حزب الخضر يلي طبيعي، ما نحن من صلب حزب الخضر. الخلل يعني الحاصل الحزب بيقول الخلل الحاصل في المعالجة بعدم فرز النفايات من المصدر وطريقة التخلص منها بعد الجمع بدفنها على الشواطئ البحرية سيجعل من ذلك أزمة بعيدة على الحل النهائي والمستدام. يعني على شو استندتوا ببيان حزبكم حزب الخضر اللبناني وقت اللي أنتوا راهنتوا على أنه المشكلة تبدأ بالفرز؟ يا أستاذ نحن مشكلتنا أنه أكيد الفرز أنا ليك أنا نحن مسافر على أوروبا ومشوف الفرز مش أمر هين. يعني هلأ بتلاقي بأوروبا في عندك مستوعبات أكثر من ما عندنا إياها بلبنان. مش هين كلمة هيك هين الفرز، بس لكن كل شيء بيبدأ بخطوة بالنتيجة، مثل ما بلشوا ببلدية بتمري مثلاً أو بغير كثير بلدية بصيدة بلشوا بكثير محلات بلشوا بصيدة دكتور بصيدة بلشوا بالسرافاند في أشخاص أعضاء معنا بحزب كانوا بلشوا كمان وغير بس لحد هلا تجربة صيدة يعني مع احترامي للرئيس يعني لأنه يعني غير هيكلية بطريقة يا سيد أواد بصير شغل كثير بتعرف يعني صيدة ببلش فيها بلدية وبلش فيها وزارة كمان روتينية أكثر كمان رئيس البلدية داعم هون لا بس أواد أكيد اليوم اوقات بصير عندنا كثير اشياء هذه عندنا اياها ظاهره بلبنان بتجي وزاره بتعمل بلان عمل ايه اوكي بيجي وزير غيره بيبلش عن جديد بينقض كل شيء السابق انه قصدك الاداره مش استمراريه ما في استمراريه انا هلا بدي اساله بعد شوي بس بدي اخذ هلا اتصال من المهندس محمد السعودي بدي ارجع لك رئيس اسالك هل تؤمن انه الاداره استمراريه انت سلمت البلديه الجديده رح يتابعوا معك اذا اتصالنا هلا مع رئيس بلديه صيدا محافظه الجنوب المهندس محمد السعودي وكمان بدنا نرحب فيك رئيس اتحاد للبلديات رئيس اهلا وسهلا فيك شكرا اهلين عم تسمعنا منيح ايه طبعا رئيس يعني سؤال بديهي معمل معالجه النفايات او النفايات بصيدا مظبوط رح يستقبل بعض النفايات من بيروت لحتى يحل هذه الازمه التزاما بقرار الحكومه والخطه اللي وضعتها ولا لا القدرة الاستيعابية للمعمل في مدينة صيدا 500 طن اليوم. قديش عم نشتري اليوم؟ نحن عم ناخد حوالي 250 طن. من وين عم تاخذون؟ 16 بلدية زائد عين الحلوة. زائد عين الحلوة معهم. اللي هي اتحاد بلديات صيدا الزهراني. نعم. وزائد عين الحلوة، هدول بيجيبوا تقريبا 250 طن. يوميا. هلا اللي صار فيه اتفاق بين المعمل وبلدية بيروت نعم. انه ياخذوا الفرق بين 250 و500
اللي هي ماكسيموم 250 طن مسموح. يعني الاهالي رح يقبلوا الفعاليات السياسيه بالمنطقه؟ ريس رح تقبل؟ هذا هو الاتفاق. في عندهم مشكله العوادم عم يحلوها. نعم. وانس انه حلوها نحن ما عندنا مانع يجيبوهم مثلهم. شو هو الحل المطلوب للعوادم ريس؟ انه يشوفوا مكان ياخذهم، انه عم ياخذوهم على على بالبقاع في محرقه. نعم. في محرقه في مصنع للورق، معمل كرتون. ايه معمل كرتون عم ياخذوهم لعندهم لهنيك. نعم. هلا اذا بده يجيب زياده بده يثبتوا لي انه بيقدروا يتخلصوا من العوادم. يعني ريس العوادم المقصوده الار دي اف اللي انت عم بتقوله؟ تمام تماما. طب اليوم يعني انطلاقا من هذا الواقع، رؤساء البلديات اللي هلا عم بيسمعوك وعم بيتابعونا والكل مفترض ان يكون شريك بالقرار، انت كرئيس بلديه كان معروف دورك، كنت اقصى دعم وفرته من وقت اللي توليت رئيسه البلديه من حوالي 6-7 سنوات لليوم. بهمني اسال شو بتطلب لحتى نقدر نتخلص من كارثه النفايات بكل لبنان؟ هل فعلا المعمل هو مهم وضروري وعم بيطبق القوانين والنظم البيئيه الضروريه؟ نحن بنقول انه المعمل اللي عمل في مدينه صيدا هو حل مثالي. حل مثالي. بس انما ما ابتدى مثالي ودائما عم يطور نفسه، لانه المعمل كان ديزاين الماني ونفايات. نعم. المانيا مش نفايات زي نفايات اللبنانيه. فتطور المعمل وزاد اشياء حتى يعني يتاقلم مع البيئه اللبنانيه. نعم. اما شو الحل لباقي المناطق؟ الحل لباقي المناطق انه ينفذوا. نعم. المناقصات اللي عملوها اول مره ولغوها، ما كانت اول مره مقسمه لمناطق، كل منطقه اخذها مقاول بده يعمل معمل يعني زي معمل المعالجه تبعتنا بنفس الطريقه. قديش كلف المعمل يا ريس؟ قديش كلف المعمل؟ 45 مليون دولار. 45 مليون دولار. مبلغ هائل يعني. يعني انا من خلال برنامج مشاكل وحلول بنكرر تهانينا لك بتوليك رئيس الاتحاد ودورتك الجديده بالبلديه واشرافك وتعاونك مع معمل النفايات. انا بدي اشكرك، شكرا لك. الله يخليك. شكرا. رئيس هلا بدي ارجع لعندك لحتى اقول يعني حكي كلمه دكتور فادي من شوي، قديش مهم نقول انه نحن مفترض ان نكون استمراريه بادارتنا، ووزير يسلم وزير ورئيس يسلم رئيس واداره تسلم اداره. ما في شك انه السلطه هي استمراريه. هلا اليوم يمكن بيجي على السلطه شخص جديد بعهد جديد بنفس جديد مع تجديد معين قد يعدل. لا. الى حد ما، بس الخطوط العريضه المرسومه يجب ان تبقى هي نفسها. فينا ناخذ فكره يعني على شو عم تحكي الخطوط العريضه المرسومه؟ يعني اليوم مثلا يعني ببيت مري نحن عملنا معمل. قد ايه كلفكم بالمقارنه مع 45 مليون؟ كثير المعمل لانه تعطينا بشكل بدائي وبمثل عوني فيه. نعم. لانشا ان الارض موجوده عندنا، المعمل ملك البلديه ولا مشاعات؟ مشاع للبلدية. نعم. للبلدي. قديش مساحة الأرض؟ الأرض عندنا مساحات كبيرة، عندنا فوق المليون متر. نعم. الأرض اللي وقع عليها المعمل هيدا مساحتها حوالي 5000 متر. كافية للمشروع؟ كافية للمشروع لبيت مير كبيت. قد ايه بتعالجوا يوميا ريس كنتوا؟ بالعشرة 10 طن كل يوم، 10 12 طن. والعوادم يلي أشار لها المهندس محمد الصوري، الطريقة يلي نحن عم نشتغل عليها إنه صفر عوادم. احنا عم نشتغل مع شركة متخصصة العوادم اللي استاذ زياد نوجه له تحية كثير كبيرة. نعم. العوادم بيرجعوا بياخذوهم بجمعون على بعضهم بيسقلوهم بطريقة وبيعملوهم لواح صالحة للاستعمال الديكور أو ما شابه. بقى صفر عوادم. لهالسبب هيدا كان المشروع هو من هون يمكن مشروع نموذجي. نعم. ومشروع خلاق ورائد بعالم معالجة النفايات ان شاء الله. دكتور فادي اللي عم بيقوله الرئيس واللي سمعناه من المهندس محمد السعودي، اليوم انتم كحزب خضر لبناني يعني انتم بتسعوا قدر المستطاع لحتى تعمموا ثقافة البيئة بلبنان، يعني هذه الواقعة المطالبة بالفرز وغيرها من المواضيع يعني قد يكون في إلها بعض العوائق البلديات، يعني حتى كيس النايلون او الكيس اللي بدها تتوزع يعني قد تكون كمان يعني تأمينها صعب. قديش ممكن نقول نحن حاضرين؟ بدي اعطيك مثل، مثلا نحن في كثير جمعيات متخصصة بالموضوع، وفي كثير جمعيات مستعدة تواكب البلدية
بالتسقيف اول شيء التسقيف مهم كثير، كنا عم نحكي مع رئيس البلديه بشوي نعم. مع رئيس مول انه اهم شيء التسقيف. انتم يعني حزب وعندكم سياسات اعلاميه واطلاقات 100% بس، والجمعيه عم تعمل فعل على الارض كمان. الحزب الخضر هو حزب سياسي يعني تعاطي السياسي مش جمعيه، هذا بصير في لغط اوقات، ولكن الحزب عم كثير عم بيجرب قد ما فيه انه يكون عم بيتعاطى بالشان البيئي مباشره. نعم. هلا اول شيء التسقيف. نعم. هذا اول خطوه، يعني اذا انت قد ما تعمل وتجيب ماتريال وتجيب اشياء ولوازم لهالفرز ومنه مقتنع او منه فهمين هالموضوع، يعني الاغنورانس يعني الجهل برضه مهم كثير، مصيبه اذا انت ما عم تسقف هالناس. وفي كثير ناس مسقفين بكل منطقه، في ناس مسقفين وين ما كانوا، بس في ناس ما بيهمهم يعني هذا النضج الاجتماعي. النضج الاجتماعي بقى اذا ما صار في تسقيف اول شيء ودورات تسقيفيه ما له طعم الفرز، ما حيستمر ما حيستمر. رئيس الثقافه اخذت عزه يعني حتى عملت انت النائب رئيس جمعيه الصداقه اللبنانيه الصينيه، احنا على الصين. اكيد لقول لك شغله، اذا ما في نضج اجتماعي نعم ما بتقدر تسقفه الانسان، بدك تنطلق يعني من هون، في بلديات تفوت على كل بيت، بدك تفوت على كل بيت تفهمه. نحن بلشنا هيك، فتنا على البيوت فهمناه، بس توزيع كيس النايلون في بلديات عاجزه عن تامينهم. من هون دور الدوله، الدوله بدل ما تروح تضيع حالها بالحلول تترك الحلول للبلديات وتجي تدعم بالمطارح المعينه البلديات، تعطيها مصريات اخي ما تدعمها، تعطيها مصريات تقول لها روحي حلي مشاكلي وتراقبها اذا عم تحل صح مشاكلها. هذا دورها للدوله، الدوله ما دورها توقف محل البلديه، دورها ترافق البلديه. الرئيس عم بيقول انه دور كل يعني اداره او كل مؤسسه او كل وزاره تكون بمحلها حتى الدوله. اليوم انتم دوركم بالحزب هل ببيانات استنكاريه ولا بالنزول الى الشارع مثل ما نزلتوا امام قصر العدل وقت تسويه الاملاك البحريه؟ يعني انتم عم بيكون دائما لكم يعني تحركات على الارض، يعني بهذا الموضوع موضوع النفايات، شو هو برنامجكم؟ شو هو مخططكم؟ وخاصه انت متحمس بيئيا اكثر من اللزوم. لا مثل كل اعضاء المكتب السياسي اكيد عندنا هالحس اذا بدك البيئي. هلا نحن مش عم نزيد على حدا، بس انا قصدت اللي قلته من خلال الهجمات اللي انت تعرضت لها وتبينت انك انت كنت صاحب حق بالواقع البيئي، مشان هيك يعني ان نحن متحمس. يعني للاسف الاعلام نعم. بلبنان صار سكوبات استاذ، مش كل الاعلام، اكثريه الاعلام نعم. ما نحكي قسم كبير من الاعلام خاصه هول البرامج اللي بيحكوا عن الاشياء كثير الخاصه والفساد، في اوقات اشخاص منهم عم بيتعاطوا بطريقه سكوبيت اكثر ما يتعاطوا بطريقه موضوعيه، هذه مش مانا مشكله، هذه مشكله خاصه ما بندخلها. نعم. حزب الخضر اكيد مع الفرز، اكيد مع عدم ردم البحر، اكيد مع عدم المحارق. المحارق بدي احكيك بس بين هلالين شغله شوي عن المحارق، انسينيراسيون تزونا. كل الناس هلا عم بجربوا او فعاليات معينه عم بجرب جيب شغله كثير منيحه، اذا كانت مش منيحه مش معها نحن. ليش مش منيحه؟ قال لك ليش مش منيحه؟ لانه عم تيجي بالمحرقه، حتى الجيل الرابع عم يجي من المحارقه على لبنان ما عنده فلتر. هلا صرنا بالخامس والخامس، هلا عم يجي الرابع على لبنان، ما بعرف اذا وصلنا بالخامس بلبنان نعم. ما بتصور اجى على لبنان الرابع؟ نعم. اللي عم بيجي على الرابع يعني هن بيكونوا فرنين. مين اللي جاب اليوم عندنا الرابع؟ انا سمعت وصار في بدور الشوير بوزير عبود السيدي نعم. الرابع هي من الجيل بتصور الرابع؟ من الرابع هي نعم. اللي كانت بفوق. منا مشكلة قصة رابع أو خامس يزنقونا، مهم إنه يكون في فلتر. تقول لك ليش؟ نحن عندنا مشاكل هالطرف أنت مع سلعاتها مزبوط، مع معامل سلعاتها، مع معامل الترابي، عندنا مع سبلين، مع تقديرنا، مع تقديرنا للصناعة اللبنانية حتى شك. حدا يفهم ومع نعم. ومع معمل الزوق نعم. وين مشكلتهم هني؟ مش كمعمل ومعمل الجيل ومش كمحرقة، المشكلة هي بالفلتر اللي هو مكلف الفلتر أربع أو خمس مرات عن المحرقة. يعني فلترات يعني يعني اذا المحرقه عم تكلف 600 ألف دولار عم يكلف مليونين دولار الفلتر لحال. عم بعمل تقدير، ما عم بحكي، عم بحكي تقدير شوي منه كثير دقيق. رح ارجع لك بس بدي اخذ اتصال من دكتور ندى زعرور موجوده معنا. الرئيسي اذا الرئيسي رئيس حزب الخضر اللبناني ندى زعرور، اهلا وسهلا فيك. الو 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 بونجور. موجود احنا معك على الهواء، كيفي؟ ايه موجود لك ولرفيقنا فادي وللريس. ايه خلي لي اياكي. ست ندى اليوم يعني امام موقف صريح واقعي وواضح جدا، تأييد نعم. حزب الكتائب وغير يعني احزاب والبيئيين نعم. بما يجري بهذه المرحله بمنطقه برج حمود، يعني اليوم في تحرك وصار قبل وكان موقفكم واقعي وصريح. نعم. سأل دكتور فادي من شوي، رح نكتفي فقط بالبيانات ولا رح يكون في تحرك ميداني على الأرض؟
نعم. للحقيقة نيكولا نحن اللي عم نشتغل بطريقة كتير جدية على ملف النفايات، لأنه حسب متابعتنا لهذا الملف نحن قادمين إلى أزمة كتير كبيرة يلي عم نشهدها اليوم بمكب برج حمود ومكب كوستا برافا، يلي منشوف المشهد أنه هيدا الحل اللي موجود عم تفرضه علينا الحكومة اللبنانية وما في غيره. لا. الموقف اللي أخده حزب الكتائب والجمعيات البيئية والحركات البيئية بلبنان هو موقف جدي، لأنه نحن رجعنا على يعني الحلول الطارئة يلي عم بيجمد كل المسائل بلبنان، انه نحن عم نلتجئ الى حلول طارئه، الحكومه عم تحل مشاكل طارئه، ما عندها استراتيجيه لوضع خطط مستدامه. لا. الملف النفايات نحن شهدنا 9 أشهر من ازمه نفايات وما تعلمت الحكومه الحاليه انه الوضع اللي عم توضعه وعم تفرضه على الشعب اللبناني انه بحل ازمه النفايات بجبل لبنان وبيروت هي كوستا برافا وبرج حمود ما رح تعطي الحل. طب شو رح تعملوا ميدانيا سبنا على الارض؟ يعني انت عم تشرحي بس على الارض شو رح تعملوا؟ شو الموقف اللي رح ياخذه الحزب؟ نحن مقدمين بملف النفايات، هي موضوع القانون ومرسوم مشروع يلي موجود بمجلس النيابي لحتى يقر. كوننا كحزب وكون حزب الكتائب عم بيكون معارض ونحن معارضين عم نلتقى على ملف واحد، بنقدر نأثر جديا على قرارات الحكومة. المجتمع المدني للحقيقة يعني مثل ما بيشوف المشهد اللبناني انه يأسوه، المجتمع المدني يأس من يعني اللي قاله الرئيس البلدية انه المجتمع المدني يعمل بدوية والحكومة عم تعمل بدوية. نحن قادمين الى نوع مثل تدجين للمجتمع المدني لحتى ما يقدر يقاوم. نحن قادمين الى وضع خطير جدا بموضوع المحارق. هلأ عم بيقربوك الى ملف المكب ولا مطمر صحي، ونحن قاشعينه منه مطمر صحي لانه عم بيردم لك بالبحر كل نفياتك. وما عم بيفرزها من المصدر، واضح الكميات كتير كبيرة. نحن موقفنا أكيد رح بيكون بتحرك جدي لحتى نقدر نوصل إلى خواتم الأمور. ما فينا نوقف ونسكر المكب من دون ما يكون في عنا حلول ثانية نحن نلتجئ لها. المراسيم والقوانين الموجودة بمجلس النيابي هي جدية، نحن لازم نسعى لها والنواب يسعوا لها والنواب الكتائب يسعوا لها ليرجعوا يفعلوا القانون اللي موجود، لأنه هو بيرسم الخطة وبينوضع على استراتيجيات مع انه نحن عندنا ملاحظات عليه للقانون. طب اليوم ستنا يعني كل هالموضوع اللي عم نحكي عنه، اليوم بلديه مثل بيت مري استاذ انطوان مارون كرئيس لبلديه سابق اخذ مبادره وتحمل مسؤوليته وعمل معمل، انت بتطلبي من كل البلديات يشاركوا بالمسؤوليه من خلال اقامه هذه المعامل؟ اكيد نحن لما بندعي للا مركزيه الحل يعني دور البلديات بده يكون فعال بهذا الموضوع. جديه الامر بالبلديات وكون الرئيس البلديه يكون فاعل وناشط، نحن بنعرف قديش بيكون في عمل جدي على الارض. في بلديات انشات معامل ومنها بلديه بيت مري بالازمه اللي مرق فيها الشعب اللبناني بجبل لبنان وبيروت، ولكن المناطق الثانيه بعدنا بمكبات عشوائيه. نحن عم نتابع الملف على كل الاراضي اللبنانيه، ما فينا نجزئه. هن عم بيحطوك انه بس في مشكله جبل لبنان وبيروت، ولكن المناطق اللبنانيه شو منا بلبنان؟ يعني المكبات العشوائيه اللي موجوده بسرار اللي وعدوها انه بسرار يحلوا لها مشكلتها، ايه وين صارت؟ بعضهم عم بيكبوا كل القضاء، كان بيكب كل نفاياته موجوده فيها. انا بدي اشكرك رئيس حزب الخضر اللبناني ندى زعرور، وان شاء الله قريبا نلتقي نحن وياك ان شاء الله. قبل ما نتابع معكم رح نشوف سوا ريبورتاج يعني بواقع اطنان من النفايات عم نشوفها موزعه بشوارع الدبيه بقضاء الشوف. يعني المشكله مش بس بمنطقه معينه، المشكله يبدو بالايام اللي جايه رح تعم كل الاراضي اللبنانيه. بنشوف الريبورتاج وبنرجع سوا. تركنا بيروت جينا قعدنا هون لأنه كانت منطقة نظيفة كتير، كانت كتير حلوة، ونحن مين ما قالنا وين ساكنين بالدبية على نظافتها وزرافتها. بس هالأيام زي ما شايف الزبالة، يعني كتير تعبانين نحن، الدبان الزبالة زبالة متلاقية طرقات
ما في مين يشيلها. الدولة مقصرة، البلديات كلها مقصرة، وكأنه بحسسوك بشيء يعني أنه لبناني تنشل زبيرته ولبناني لا. أنه شو؟ أنه الأقليم عم يدفع ضريبة يعني شو؟ صلنا أكثر من 20 يوم ما حدا نشيل كيس من الأرض، ما في غير بيتكاتروا. ليك هون صارت على مفرق الكنيسة وهون الطريق سكرت، يعني صرت تخاف تمشي بالسيارة أنت. ماك ما فيك أبداً، شوف على الأرض ما في شيء ولا سيجارة على الأرض. هيدا لبنان، أنا عمري 47 سنة، 47 سنة بشوفه هيك البلد. كلها ريحة زبالة هون، كلها فيك لك هون زبالة كتير والله. too much. المفروض ينشيلوا هودا. برغش ما تسأل، دبان ما تسأل، حتى في حشرات خضرة صغيرة يعني بتنط علينا بتعقوصنا. الجرادين برضو ما تسأل، يعني صاروا مرتع على الحشرات والحيوانات. ما بتضرنا إلا بالبرغش والدبان كل يوم هيك والروايح. ليش مش عم يشيلوها؟ ما بعرف. هلا من يومين كان في وزير مري من هون، طلع يزقف فوق بداريه بشحيم، ما بعرف اذا شاف هذا المنظر. فاكيد بما انه هو وزير بالحكومه المفروض كان ينقل الملاحظات للحكومه. بدك بلديات تتحرك، ما في لا بلديات ولا في دوله ولا في شيء. اذا البلديه مش مأمن لها مطمر حتى تطم، وين بدها تروح بزبلتها؟ هيدي صارت مسؤوليه الدوله مش مسؤوليه البلديه. عندك من المال هيدي، حتى إذا بدك تروح من مالة البرجين كمان مالة الدبية على طريق شحيم كمان هونيك في أكثر من هون. شو طلب إيدنا نعمل نحن؟ يعني بنشم ريحة بس نحن وعلى المستشفيات، غير هيك شو فيه؟ هيدي بتولد البرغش، بتولد جراثيم كتير وميكروبات. بقى هيدي مفروض ينوجد لحل، وبعد لحد هلا ما حدا اهتم بالموضوع، لانه هودي مش انتو شايفينه هلا، بس هن صاروا شهرين 3 و4 شهور. مش بايدنا، مجبورين، وضع البلد كله هيك، لا معلق فيه ولا فيك ولا باي انسان. نحن ما فينا نحكي اكثر من هيك، ما فينا نحكي اكثر من هيك. يعني نحن اذا حكينا بيخلونا على الحبس، خلينا نعد عذرنا احنا احسن نوبات. والله شو مكب، ما حدا بيسال عنه ولا حدا بيتطلع فيه هالمكبونه، ولا حدا بيجيب سيرته، ما في الا بزيد، ما في الا بيكتر. وهالدبين قطلنا قطل، هلكنا هلك، يعني بهد لي اكثر من هيك ما في والله. يعني متعه كنه ما في حدا قاعد بهالبنطه، ما حدا عم يتطلع فيها ولا حدا بيشفع عليها ولا بيرحم عليها. المرض صار كله امراض. خلينا نسكر راسي بفضل البنيه، كنت مأجر 4 شقق فلوا المستاجرين من الدخنه والزباله، والله العظيم خربوا لي بيتي. بلديه بندفع كل الرسومات اللي علينا عم ندفعها، بس ليش ما عم بيشيلوا؟ ما بنعرف، ما في منطقة إلا بيشيلوها، بس ما حدا عم يتطلع فيها، ما حدا بيه. يا خي أنا طلعت على البلدية وقلت له لندبر مطرح، لندبر مطرح، لندبر مطرح. تاني شيء قلنا له ما نحكي مع رئيس البلدية، قال هلا فينك فكنش تحكوا معه، مشغول هلا. قلنا لهم في زبالة وهون وقرف وكذا، وعم ندفع لهم، وطلعت دفعت لهم أنا، عم بدفع لهم على المحلات والعالم عم تدفع لهم على البيوت. بس يا خيي ما عم بيردوا على حدا، ما عم بيردوا على حدا. وعندهم القيمة التأجيرية بالبلدية مثل الحمرة، عرفت علي كيف؟ مثل الحمرة. وما ما ما عم بيردوا على حدا يا خيي. كل لبنان حلوا له قصة زبالة إلا عندهم بالدبية ما حلوها. قال فيش عندهم مكب ليكبوا زبالتهم فيها. طب مع القليلة كيف هالمناطق هذيك اللي ما فيش عندها مكب ظبطت الزبالة تبعها وظبطت؟ هي بلدية جية عب كل يوم عب تلم، بلدية الضمور كل يوم عب تلم، ظهر المغارة عب يجي بكب عنا هون. بدنا زبالة يشيلوا لنا اياها لحتى العالم تتنشأ، الهواء المريح للإنسان، الرواية كلنا ساخنين، ولك كلنا صار معنا رواية، وفيش يوم بتنام غير زعيمك بالليل بسكر. شو بده يكون وضعنا؟ وضعنا صفر بهالبلد. إذا في حدا عنده ضمير وعنده وجدان وبيخاف الله يجي يطلع فينا، بس يطلع فينا يا أخي. يطلع عنا اولاد، عنا اطفال، هذه كلها عم تمرض هي الاولاد. لنا سنه ونص بهالعمليه هاي، حريق لو بتشوف الدخنه والحريق، بس حرقوها هونيك. شو بيجوا بيقولوا لك بدنا مصاري، عشو بدنا ندفع لهم المصاري؟ في امراض دبان وجرادين وحيايا وحشرات، كل شيء فيه يا خي، ما عم تنحل معنا نهائي ولا عم بيردوا على حدا. ما
بنرجع معكم دائما عبر مشاكل وحلول، والحلقه اليوم المخصصه للنفايات في لبنان. طبعا رئيس اللي كنا عم نسمعه بالريبورتاج، نعم، في شيء عند الناس بيقولوا ما بيصير مطمر، يعني اذا البلديه ما ممكن تبادر لاقامه مطمر للنفايات اذا ما تامن لها مكان. نحن معك، انت كنت عم بتقول انه زيرو عوادم، ما راح يكون عوادم زيرو، نعم، يعني نحن ما بنكون بحاجه لمطمر نهائيا نحن، يعني تنوضح بيئيا بتقدر توصل انه ما يضل في عوادم. نعم، هلا في حل مثل ما حكينا الاستاذ زياد ابو شاكر، لقى انه العوادم بيجمعها مع بعضها وبيخلطها بطريقه بيعمل منها عملتوا تجربه، عملتوا تيست؟ اكيد اكيد، نعم. وعرضها وهذه الالواح صالحه تكون مثل جدران، مثل تبيع على الارض، تعمل منها اعمال ديكور، تعمل منها كثير اشياء. من هون تختفي هالعوادم بهالطريقه هيدي. طب دكتور فادي اللي كان عم ينحكى بالريبورتاج، انت كنت موافقه عليه كله؟ من اي ناحيه؟ باي منطقه؟ يعني الاراء الناس اللي كنا عم نسمعها، هذا الحماس اللي عندهم، يعني الناس بيحملوا البلديات ببعض الاحيان المسؤوليه، والبلديه مفترض ان يكون رئيسها شجاع مثل ضيفنا، اخذ قرار وقال انه نحن مفترض انه نشتغل. البلديه استاذ نقولا، البلديه هي سلطه محليه، نعم، هذا تصرف اسرع من الدوله، اسرع من الدوله، الدوله بدها تبعت تروح تعمل امر قضائي تتصرف، الدوليه تتصرف باسرع بس كثير، بس عليهم الرقابه روتين اداري. في مخالفه ما معه حق الاستاذ، لانه البلديه هي عندها تواصل مباشر مع المواطن. نعم، المواطنين مثل ما استمعنا لهم، في منهم ما بيعرفوا شو البلديه وشو الدوله، مسؤوليه مين هيدي؟ هلا حقهم هن يشكوا همهم وعم يشكوا همهم للاعلام. سمعتوا رحنا نشوف رئيس البلديه قال لنا عنده اجتماع هون، في مسؤوليه على البلديه، مع احترامنا لبلديه الدبيه، لانه هيئتها قاعده مكتفه ايديها، ما عم بتعمل شيء. بس رئيس البلديه عنده اجتماع، مشغول بالاجتماع وترك الدبان ياكل الضيعه. هذا الشيء مخيف ومؤسف، بتحزن الناس. استاذ نورا، الناس اللي عم تحكي بتشوفها، نعم، ما عم انا ما بسمح لبلدتي انه يكون متراكم الزباله بهالشكل بشوارعها. اليوم في حلول مؤقته بيقدر يسدها. حضرتك انت ما بتسمح، وحزب الخضر ما بيسمح، نعم، والمواطن ما بيسمح، مين عم بيسمح يعني؟ اللي عم انا برايي في تقاعس هون من البلديه، بهذه الحاله في تقاعس من البلديه لتترك بهالشوارع بالشكل اللي شفناه للنفايات، نعم، لانه بتقدر تعمل حيلا حل اخر، فيها تعمل حل مؤقت انها تغلفهم، فيها تعمل في كثير حلول مؤقته الى اذا مش قادره تلاقي. احسب مين هالحلول؟ احسب البلديه، والبلدية قادرة. وأنا برأيي إذا بدي أروح معك أكثر من هيك، إذا البلدية منا قادرة، نعم، فيها البلدية تتعاون مع المجتمعات المدنية ومع المواطنين، لمن المواطن تصير الموس على رقبته بيقدر يساعد. أوكي، كمان مشان يحل هيك مشكلة. أنا معك دكتور فادي. اليوم أنتم كحزب، يعني الرئيس كان عم بيقول أنه مفترض يكون التعاون مع المجتمع المدني، قديش مهم اليوم أنتم كحزب وعلى الأرض ميدانيا لكم تقلكم ووزنكم ورصيدكم وآرائكم الحرة؟ كيف ممكن نترجم هذا التعاون مع اي بلديه بتطلب منكم تعاون؟ دون شك اهم شيء بدنا نبلش بجهه بعيد استاذ نقولها، هي التوعيه. نعم، يعني اهم شيء مسؤوليه مين؟ التوعيه، مسؤوليتكم، مسؤوليه الحزب، الجمعيات، نعم، كل الناس، الدوله بالبدايه، بس للاسف الدوله يعني بتعمل لك منشور صغير على التلفزيون وتمرقه مثلا، او بتعمل شيء ببساطه جدا بيمرق ما بتحس فيه. شو لازم ينعمل؟ قل لي دكتور. استاذ بدك خطه شامله لهالموضوع، بدك خطه شامله، بدك، نعم، خطه شامله تبلش من راس الهرم لكعب الهرم. نعم، برجع بركز على التوعيه. ليش؟ يعني التوعيه هي بتخلي تصير خطه مستدامه، خطه تطول. الانسان الواعي بيعرف، بصير عنده حس بيئي، بصير يعرف انه هذا هالشيء مش منيح اللي عم يعمله وعم يلوث فيه، شو ما كان يكون نوع التلوث. الحزب او الجمعيه من دون المجتمع المدني، من دون قصدي نعس الشعب، ما بيعمل يعمل شيء. يعني ببلش بهون اول شيء، يعني شو في يعمل حزب او شو فيها تعمل الجمعيات كلها او الدوله؟ نعم، اذا ما صار في مبادره بلشت من فوق، من راس، نعم، الهرم، من راس الدوله، من المقررين في الدوله، ويبلشوا يوزعوا هالمبادره لكل مفاصل هالمجتمع. شو فيهم يعملوا؟ بدنا نبلش هيك. يعني بس نبلش بلد صغير مثل هيدا في هالقد عالم، ما قادرين نلاقي حلول. جوابا على سؤالك شو فيها تعمل الدوله، شغله بسيطه فيها تعملها الدوله اليوم بتكون حلت 40 او 50% مشكله، هي انه تفوت بالمناهج التعليميه مباشره، الفرز يصير بقلب المدارس الزاميا وبقلب الجامعات كلها بلبنان. مزبوط، هون بتبلش انت تشتغل على الجنراسيون الصغيره انها تنمى باخلاق وثقافه معينه. بغض النظر عن اي جنراسيون رئيس انت عم تحكي عنها، ولكن نحن انه في بعض البلديات قالوا لي نحن كنا عم نفرز ونبعث مفروز يرجعوا ينكب
بالمكبات كله فوق بعضه. بس خلينا نبلش من انطلاق. عم نبلش صح. بتنتزع خطوتنا اليوم انت بدك تنطلق لعبة سياسية لعبة علنية. بعدين اذا صار في اخطاء نعم ساعتها بتتحاسب عليها المسؤولية بهالاخطاء عمين وقع. انت شايف هاي المشكلة. انما اليوم وزارة التربية ونحن بنناشد الوزير اللي بنكن له كل صداقة ومحبة انه يفرض بمناهجه التعليمية على المدارس انها تبلش تفرض. طيب. بالكور بالملعب بحطوا 3-4 مستوعبات كل مستوعب مخصص لشيء معين. هون بتبلش الثقافة بانه انا ما بيسوى اذا معي بلاستيك كبوا مع المعدن واذا معي معدن كبوا مع الكرتون. يعني من هون بتصير الثقافة وهالثقافة بتتعمم وهيك بتنتشر الثقافة. طب دكتور فادي نحن يعني رح نوصل لنهاية الحلقة وقلنا أكثر من سنة ونص عم نحكي عن موضوع النفايات. يعني قبل تموز الماضي العام الماضي كنا عم نحكي انه يا جماعة واصلين على مرحلة واليوم بنقول تجاوزنا هذه المراحل واليوم في خطط وتحركات لمجلس الانماء والاعمار ولوزارة البيئة وللوزير اكرم شهية وللبلديات وللجمعيات وبيانات معارضة ومضادة. انت شخصيا قراءتك للمرحلة المقبلة نحن لوين رايحين؟ ما بلشنا بطريقة تستدام وتكون بالفرز من المصدر وبلش نجرب نلاقي حل لكل مطمر عم بصير او لكل محرقة عم تنوجد اذا ما كان عندها الميزات الخاصة. المحارق اذا بدك تاخذ كحل يا استاذ نقولنا هي كارثه بيئيه ممكن نوصلها؟ عم نوصل عم في محلات في تجارب عم بتصير انه نجرب نجيب محارق. المحارق كارثه بيئيه ضخمه كثير. تقول لك ليش؟ بس دقيقه اعطيني على المحارق. المحارق شو بصير فيها؟ عم نحكي انه بصير في هل بصير فيها الحرق ضمن فرنين هذا الجيل الرابع وما فوق نعم ولكن على حراره كثير قويه بال 1100 درجه تقريبا اوكي بقول بتخرب شيء. شو عم بصير في دخون؟ انه وين بيطلع الدخنه؟ هالحرق بده يطلع بده دخن. هالدخون عم بيطلع في ميكرو بارتيكول يعني اشياء اذا بدك يعني ميكرو بارتيكول ميكرو جزيئات جدا صغار. يعني عم بحكي بالميكرون اوكي عم بيطلعوا بهالدخنه بهالدخون وهيدي مضره اكثر من اللي بتشوفها. ليش؟ يعني هي بتفوت وبتعشق بالرويه بطريقه هيدي مسرطنه هيدي اضر من الشيء اللي بتشوفه عم تحرق على الطريق حتى. بيرجع عندك الرماد بتعرف شو بيعمل بالليل متحضرة أستاذ؟ بالليل متحضرة بيحطوها ببلوك سيمنتو من السيمان اوكي بنزوها بمناجم الملح الملح طيب على أعماق على أعماق. يلا هلا بنحكي ما بعرف عم نحكي اشياء صرنا نخطها مع الزفت ما بعرف شو الشيء اللي بصير زفت علميا ما بعرف. طيب الامكانيات اللي عندنا نحن قادرين انه نجاري يس اوروبا لما نجيب والغرب ما نجيب الفلتر لها ما بجيب محرق من دون فلتر ما هي مضرة جدا. إذا انت ضد المحارق حضرتك انت ضد المحارق اكيد ونحن مش لازم نفوت بموضوع المحارق مش لازم لا اكيد لا وصلنا له شو بنعمل اصلا غير انه صحيا لا. مش منيح المعادن هذه كمان اقتصاد مهدور لا. اليوم لما حضرتك عمال بتفوت بموضوع انك ترجع تبلش تعالج النفايات تفرزها وتدورها هذا كمان اقتصاد ايجابي لمصلحه دولتك. انا اليوم اذا عندي كميات طائله من البلاستيك بدوبها وبكبها ولا بحافظ عليها برجع بدورها وبعيشها بالمجتمع بالاقتصاد. طب قراءتك انه هذا الملف ستطول معالجته؟ بتتوقف على الرؤيه السياسيه للحكومه بالصراحه. اذا الحكومه ما عندها رؤيه سياسيه ليش بدنا نحمل بس الحكومه؟ لانه هي الحكومه المسؤوله للكريزه اكثر محل مستدام نعم. يعني كان انه نحن عندنا هالمصيبه الكبيره بشوارعنا وعم بتكتر وفي جاي الصيف وجاي ما بعرف شو بنعمل حل سريع بس مش حل مستدام هذا. وانا بعرف تلاقينا كثير مع المسؤولين يعني من رئيس السلام كحزب حضر للوزير شهيب الحقيقه كان عم بيقولوا لكم يا اخي مثلا رئيس السلام قال كلمه نحن ما بنساها اور دير يعني ذهب قاسي اوردور كان معناتها نفايات يعني ده هي مهمه صارت وتدافع يعني عليها منافسه تيتنتشوا هالاوردور وهالنفايات اللي عم بتصير يتنتشوا يعني ما هي حلبة محروق كان من دون شك يعني انا ما بشك انه كان في حرق عند البعض عند البعض الباقيين في كان في تجاره وراها بس في البعض اكرم الشهي ما كان ملف بايده وحتى وزير البيئه بس أنا كلف كان هو تكلف ما كان الملف له واستلمه قد ما في لقى حل طب انتم كحزب راضيين هلا اللي عم بير بين الكوستمرام وبرج حمود استاذ برجع بقول لك نحن الحل اللي انعمل حل توقف كريزه عم تكبر كثير ثاني هلا بس مش حل هو مش حل. يعني مثل واحد ما بده خزنه قطش يعني اجر يعني في غريب بس اكثر تحصل ما دول اجر. طب ريس اللي عم بيصير برج حمود اليوم بالمتن قديش بيعنيك انت؟ انا كثير بيعنيني انا اول شيء ابن المتن وثاني شيء اللي عمل بصير بضرني بشكل مباشر وبالكوستا برافا اللي عم بصير كمواطن لبناني كمواطن لبناني كمان بضرني. المبدا العام هو انه كل عمل بصير بطريقه
هذا التمر اللي عم بيصير طريقه غلط عم بتضرني لإلي، عم بتضر ولادي، وعم بتضر ولاد ولادي، وعم بتضر مستقبل لبنان من كل نواحي السياحيه والاجتماعيه والصحيه. ده السبب نحن بنناشد المسؤولين يرجعوا يطلعوا بالقرارات اللي عم ياخذوها. وافضل حل، افضل حل هن انه يتعاونوا مع البلديات تحلوا هالمشاكل من خلال فرز النفايات واعاده تدويرها. اذا ضل عندنا قسم من العوادم مش قادرين يحلوها بضل اهون من انه نلوث كل البلد، يعني بضل في الكحل احلى من العمى بصير. انا بدي اشكرك المحامي أنفو مارون رئيس بلديه بيت مري السابق، ايضا دكتور فادي الشاعر عضو المكتب السياسي في حزب الخضر اللبناني، بدي اشكرك واهلا وسهلا فيكم. لهون اصدقائي وصلنا لختام حلقتنا، بكره بنلتقي معكم بحلقه جديده، الله راد طبعا، الى اللقاء.